صباح الخير مشاهدين الأحباب في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل الخير. مشوار صباحي جديد من صباح الشروق نلتقي ونتجمع فيه بمجموعة من الفقرات، بمجموعة من المحبة، بمجموعة من المنويات الطيبة والجميلة، ونستقبل صباحنا صباح بسعادة وافرة منتشرة عن الغد لا عن الماضي. صباح الخير عزيزتي لينا. صباح النور محمد، صباح الجمال والسعادة أكيد على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق، ونحن وأنتم في هذه المساحة المختلفة الجديدة مع بداية الأسبوع السعيد، علّه أسبوع مختلف على كل مشاهدينا في كل مكان. دائما ما نبدأ الصباحات بأغنيات جميلة وألحان مميزة. نبدأ صباح اليوم بأغنية للفنان مامون سؤال الله.
تبقى ربع لو زلت نحن معنا ما تبقى ربع لو زلت نحن معنا ما تبقى ربع.